طب انت قلت لي عبد المنعم يلعب في الجيل الذهبي بتاعك صح كده؟ يلعب مكان مين؟ مكاني على طول. قال لك تيجي فيا راح عايز لك ولا الجمعه مش هيسيبني. لا لا الولد يعني انا بتكلم مش كلام بتكلم كشخصيه لان انا الجيل بتاعنا اغلبيته تحس ان احنا كلنا في الملعب كباتن. في ناس بتقارن بين محمد عبد المنعم وابراهيم سعيد بيقولوا ستايل شبه بعض. لا خالص لا 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 مين بص ابراهيم طبعا ابراهيم يعني ابراهيم سعيد انا من الناس وكان رامي اكتر واحد كان صعب ابراهيم ابراهيم مش هيجي زيه في مصر تاني طبعا عنده امكانيات ما شاء الله رهيبه يعني ابراهيم في كل حته تحط ابراهيم كان ناقص بس يقف جول لاعب فيرود ولاعب ديفندر وباك رايت سرعات رهيبه ابراهيم اصلا مفيش مقارنه بينه سرعات ابراهيم شوط ابراهيم كل حاجه ابراهيم فانت ممكن مثلا عبد المنعم يبقى يتقارن مثلا لا هو مش اصل هو مش نفس ستايلي انا اول جمعه يعني اول جمعه كنا امن مركزي يعني ضرب وبتاع هو لعيب كوره كويس صراحه لعيب كوره كويس هو 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 ستايل مختلف يعني عماد نحاس شويه ايه عماد نحاس شويه لا عماد لا عماد كان لا كان لعيب كوره لعيب كوره عماد لعيب كوره عماد برضه بيخرج بالكوره كويس عشان كده عماد ولد كويس يعني هو الولد عنده ثقه في نفسه كمان يعني بيلعب على ناس تقيله ما بيخافش هو في السن الصغير ده